بقول لك ايه، اسمعيني كويس، مش عايز اعرفك بعد كده تاني، ويا ريت تعتبر اللي بينا كله انتهى. المقدم كمان، تقدر حضرتك تقول لي لحد دلوقتي ليه ما قبضتوش على السفاح؟ والله انا اقدر اقول ان في تحقيق كامل دلوقتي بياخد نظره، وان المساله كلها هتبقى مساله وقت ان شاء الله لغايه لما نكمل حدود الاداء. طب وتنصح الناس بايه عشان تاخد احتياطاتها من السفاح؟ انصح الناس ان هم ما يتاخروش بالليل، لو شكوا في اي حاجه غريبه يبلغوا البوليس فورا. وبكده مبقاش قدامنا غير حل واحد، هو احنا ندعي ربنا انه يحمينا من خطر السفاح وتنتهي سلسلة الجرايم. لو سمحت عايز اضيف حاجة مهمة جدا. طبعا. لو سمعني يا استاذ سفاح، انا بوعدك ان انا هقبض عليك قريب جدا مهما حاولت الهرب. وبكده يا سيدات والسادة نكون وصلنا لاخر حلقتنا النهاردة من برنامجكم الجريمة اليوم. فيها سالي، انا عايز اعرف حاجه واحده بس، مين البنت اللي كانت معاك امبارح دي يا كامل؟ انت بقى كل ما تلاقيني واقف مع واحده تقعد تقولي لي مين دي ومش مين دي؟ مش هينفع كده يعني. قصدك ايه يعني؟ المفروض اعمل ايه؟ قصدي يا مؤذي بقى، اصل ما بقتش عيشه دي. صدقني غلطان اني عرفت واحد حقير من الاول زيك. حقير ايه؟ تعالي هنا. اوعى كده. طب الله في داهيه بقى. تعرفي ايه عن الضحيه؟ انا وكامل كنا مخطوبين لفتره، بس كنا بنتخانق كتير فعشان كده سيبنا بعض. خناقات من انهي نوع يا فندم؟ خناقات عاديه، اصلي اكتشفت ان هو طلع بتاع ستات، ده حتى موضوع جوازنا ما كانش واخده بجد فعشان كده سبته. تعرفي ايه عن السفاح؟ والله ما اعرف اي حاجه عنه.
يعني ما حاولتيش تكلميه عشان يقتل كامل؟ لا طبعا يا فندم، ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا وكامل ممكن تحصل بينا خناقات خلافات بس توصل للقتل؟ لا طبعا مستحيل. طيب على العموم ده الكارت بتاعي فيه رقم تليفوني، لو احتجت اي حاجه يا ريت اتصل بيا فورا، ويا ريت ما تسيبيش البلد في اليومين اللي جايين دول. حاضر يا فندم. مساء الفل يا كبير. مساء الفل. ايه النظام يا كبير؟ هنهرب البضاعة بتاعت امتى؟ الصبر يا معلم، كله هيتعمل في ميعاده. والبوليس اللي مفتح هنتصرف معاه ازاي؟ يا كبير دول عينيهم مفتحة 24 ساعة، زي ما يكون مش بيراقبوا حد غيرنا. يا كبير أنا شايف إن ده فخطورة علينا. ما تقلقش، كله تحت السيطرة. كده أوامرك يا كبير اللي تقول عليه. انا اسف قوي بجد ما شفتكش. انت كويس؟ انا كويس. انت كويسه؟ الحمد لله. مش دي قوي. طيب انا همشي بقى، اشوفك في ظروف احسن. باي باي. انت لعبتك جايه يا حلوين.